السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أداة لذيذة اسمها MLSE، في جزء منها اسمه لينك مانجر. اللي ده عبارة عن ايه؟ بيفتح لي كل اللينكات بتاعة الريفت، ممكن تعمل لها مثلا ريلود مرة واحدة. زي ما انت عارف الطريقة التقليدية في الريفت بتاخد وقت، هنا تقدر تعمل سيلكت اول على كل الملفات ومرة واحدة تعمل لها ريلود او تعمل لها انلود او تعمل انسيرت او تعمل ريموف او تعمل كلوز للليفلات بتاعة الجريد والليفل، او تعمل كوبي. يعني بدل ما كنت بتعملها واحده واحده وده كان بياخد وقت كتير قوي، ممكن تتم مره واحده، وممكن تعمل انيبل للورك شيرنج ليهم كلهم. نفس الفكره برضو كاد لينك، نفس الفكره، كل ما فات الكاد ممكن تعمل لها سيلكت اول وتعمل لها ريلود مره واحده او ريموف ليهم كلهم مره واحده، او تعمل لهم كوبي كلهم يتحطوا في فولدر واحد. كوبي مقصود بيها ان بدل ما هم موجودين في اكتر مكان، لا هيبقوا كلهم موجودين في نفس الفولدر عشان سهولة ان احنا نقدر نبعتهم.